أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم كلام رجال، اللي بعتقد فيها كيف طورت وجودي. كانت عندي أسئلة كثيرة ولم تجب. كل إنسان حياته شو؟ هروب من ألم إلى لذة. تعلمت إنه باخد هاد باخد شهاد، بستفيد من هاد بستفيد من هاد. أكتر إشي تعلمته إنه بقولنا الكتاب المقدس كان يختلي بالليل، قضى الليل بالصلاة. بنشوفكم الحلقة الجاي، وهذا كلام الجاي.